حكمة تركي من ايدك وروح الجسي ورتبي لي حالك شوي. ليش شبني ماما؟ ما شاء الله عليك. ما شاء الله نحينا عمك، بس لبسك هيك مو حلو. يا ماما انا شايفته حلو. امال بجوز اخلك حكمة تستقبل الخطيبة رضا بالبنطلون. ماما هلا ان شاء الله بدي صير البس على رأي امال. والله ليش شبه رأي حبيبتي؟ يا ماما حبيبة قلبي روح البسي، لسه عاملتي لي مثل الصبيان، ما بقى في وقت، هي اول زيارة للرجال. يا ماما الرجال شفته وشافني اكثر من مرة. الرجال جاي يزورنا بالبيت والبيت يعني انا، وانا هيك ما بيرضيني، مفهوم؟ خايفة يا ماما، خايفة يكون بخيل شوي. لا مو شوي، اكثر من شوي. شو بدينا؟ لا ما بدينا، بس ان شاء الله ما اكون غلطانة. حتما غلطانة، بكفي انه ابننا شبعانين وحالته عال العال. مو انتي قلتي بيشتغل بالتعهدات مع ابوه؟ مزبوط، بس هذا ما بيعني انه كريم، لانه البخل هذا اكيد رضا العريس. قومي ماما غيري ثيابك وانتي روحي افتحي الباب، يلا بسرعه. البسي بسرعه، العريس جاي مشانك مو مشاني مشان اختك. يا مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ رضا. يا اهلا فيكي. مو حضرتك الاستاذ رضا ولا انا غلطانه؟ بلا انا رضا. خلي عني. لا شو خلي عني، انت اختها لحكمه ما هي؟ ايه انا امل اختها الصغيره لحكمه. لك الله يسلم. تفضل استاذ. يلا خلي عنك. لك لا شو خلي عنك، يلا يلا. اهلا من الاستاذ رضا. يا اهلين وسهلا، خدي عنه امل، خدي عنه. لا معلش معلش. هات حطيهم على صينيه ظريفه واعملي كاس الشاي. ها حاضر. هات عنك استاذ رضا، هات عنك. معلش. هات الوردات. ها يسلموا يسلموا الايدين. يا اهلين يا اهلين وسهلا. اهلين. شو رايك استاذ رضا حط الوردات هون منيح؟ لا لا متعمي هون احلى. هون هيك بيعبوا الواجهه كلها. ايوه اي مو على عيني تكره. منيح هون؟ منيح منيح، حلوين كثير هون، حلوين حلوين. يسلموا هاليدين. وإيديك شو، وين الدكتورة؟ ماني شايفة. عم تغير ثيابها مشان واجبك، تفضل استريح. يسلموا يسلموا. الله يسلمك. لك يا أهلين مرت عمي. يا سلام على الورد، ما في أحلى من الورد بالدنيا. شو رأيك فيهم حماتي؟ كثير حلوين، يسلموا هاليدين. فتلت نص البلد لحتى لقيتهم. بتعرفي حماتي قديش دفعت حقه؟ اسلامة خيرك، مو المهم قديش حقهم، المهم انك جبتهم بايدك. شلون مو مهم حقهم حماتي؟ شو المهم لكان؟ يعني هلا لقلك شغله، انا اذا ما ناولتوا حقهم بناولني الوردات. معك حق، ما في شيء ببلاش هالايام. شوفي حماتي، كل شيء بيحرز حقه. يعني هلا عدم منقوديه، انتوا بتجوزوني حكمات بالفاتحه بس؟ المصاري مو كل شيء يا ابني، المهم الاصل وابن الناس. لك الله محيي اصلك لك حماتي، بس تذكري لي هالشي مزبوط، مو بكره بس يدق القنا بالقنا ويصير كتب الكتاب تطلبوا نص الالف. شو نص الالف يا ابني؟ مين عاد يحكي بهالايام بالالف ولا بالالفين؟ شو عم تحكي انت؟ شو نص الالف؟ الله عليك يا حماتي، انت ما بتتحملي مزح بنوب. عم بمزح عم بمزح حماتي، هذا نص الالف يعني اصطلاح تجاري عنا. اهلين رضا. لك اهلين بالدكتوره، لك احلى عروس بالدنيا. شو الفستان حلوات شو هاد؟ شكرا كثير. ليش معذب حالك وجايب ورد؟ لك منشان واجبك، بعدين هيك امي قالت لي خذ الوردات معك. لك الله يخليها لامك ويكتر خيرها، هي اللي ذكرتك بالورد؟ 1500 ورقه طقه واحده. شو هدول؟ حق الوردات. مو كثير؟ هو كثير، بس منشانك ما في شيء غالي بالدنيا كلها. يا سيدي كتر خيرك، عن جد فضلت على راسنا، كتر خيرك كثير. جبت لك كاتو كمان من عند هذا البياع براس الشارع عنكم. لا لا هيك تخنت كثير، يعني كان بكفي الورد. تفضل. لك اي ورد، انتم بتستاهلوا ورد وكاتو ونموره كمان. لا هذا كثير يا استاذ رضا كثير. لك يا ستي خليهم ياكلوا، انتم شو خسرانين؟ انا اللي عم بدفع بالصهر. على مالك حماتي، على مالك على الوردات يتكسروا. الله يسلم الديات يا مزوه. وين الكاتو؟ تكرم استاذ، ليكني اي ما يجيبوه. يسلموا ايديك لانه طيب كثير ببل الريق مع الشاي. دكتوره انا بكره عازمك على مطعم الليزر، هذا مطعم جديد اكله بياخذ العقل. بكره بس بكره ما بقدر لانه وانا بروح لعند خالتك بعتذر لك منها، حاكم اختي عازمتنا بكره. ماما اذا ما بتروحي معنا ما بقبل، انت وامل.
لا معلش ماما، خطيب وخطيبته لازم تنفردوا ببعض شوي، وانا وامل ما عليكم منا، ندبر حالنا. لك يا عيني عليك يا حماتي، هيك الاصول. يعني الحقيقه كنا مقررين انا ورفيق نتعشى بنفس المطعم من بعد. ممتاز، لكن بنلتقى هون. منيح منيح كثير، بنلتقى بالمطعم. وانا بروح لعند اختي سعاد بعتذر منها. هيك زبطيت، كنا مبلينا